بسم الله الرحمن الرحيم. طيب hereditary trait and the gene. اوكي بس انا احكي هلا عن genetic information اللي عم تنتقل من parents للchildren. فاذا رح نحكي بسرعه نتفق انه نحن هدول الكاركترستكس موجودين على الكروموزومز يلي هن موجودين داخل النوكليوس. فلما بننقل نوكليوس من parent للchild يعني نقلنا الكاركترستكس موجودين عند هيدا البيرنت عند هيدا التشايلد. وبما انه نحن عندنا بنشتغل على طريقه السكشوال ريبرودكشن، فاذا انا بدي اخذ نوكليوس من الميل نوكليوس من الفيميل بدي اعمل له فيوجن بالفيرتلايزيشن، مشان هيك التشايلد راح يكون عنده خليط من الكاركترستكس، شيء من الفادر وشيء من المادر. طيب للجين هحكي عن البيزك ديفينيشن بسرعه. اوكي الجينوتايب هو مجموعه كل الجينز تبعون الاورجانيزم. شو هو الجين؟ الجين هو بارت من الدي ان اي يلي بيحدد سبيسيفيك تريت او سبيسيفيك كاركترستيك. اوكي كل الجين مؤلف من اثنين الليلز، كل الجين مؤلف من اثنين الليلز عاده. هدول الليلز بيكون فيهم واحد يكون دوميننت والثاني بيكون recessive. إذا هالأورغانيزم عنده الاثنين قليل مثل بعض منسميه homozygous أو pure، إذا عنده الاثنين قليل different منسميه heterozygous أو hybrid. أوكي الفينوتايب هو الاكسبريشن of the genotype، يعني شو اللي بيظهر على الأورغانيزم، سواء عم نحكي عن skin color عن eye color عن height عن أي شيء تاني له علاقة بهيدا الموضوع. اوكي طيب مشان هيك بس خليني اشوف اسراء عم تعمل لي انه مش مبينه. بس اعمل لك كل اسراء. اوكي طيب hybridization is a cross between two different true breeding line to obtain a hybrid. يعني مثلا اذا عندنا pure black مع pure white بنعمل لهم hybridization بيناتهم لحتى يطلع عندنا ما يسمى بالhybrid. اوكي طيب راح نكمل على document 2 transmission of allelic gene. اوكي نحن في عندنا نوعين من الكواسز اللي حنعمل لهم ستاديينج. اوكي هي اسراء معنا صارت، راح نعمل ستاديينج نحن لنوعين من الكواسز. عندنا المونو هايبريد لما بدنا نعمل ديسكشن ل one كاركترستيك او one trait، وعندنا الداي هايبريد لما حنعمل لاثنين trait او اثنين كاركترستيكس. اوكي فاذا الفيميل او الميل راح يعملوا ميوزس لحتى يعطوني اللهم صلي على النبي جاميت، وهول الجاميت كل واحد بيكون بقلبه half the information. لما بيرجعوا بيعملوا فيوجن مع بعض بيرجع بيعطيني ال individual او اللي ممكن يكون hybrid ممكن يكون pure بحسب ال parents. طيب شو هو التست كروس؟ مين بيذكرنا شو التست كروس؟ يلا سارة اسراء شو تست كروس؟ اوكي لو افترضنا مثلا لو افترضنا البلاك دوميننت على الوايت عند الرابت، البلاك دوميننت على الوايت، اذا جبنا رابت وايت هذا نحن اكيدين انه هو حيكون عنده مثلا سمول دبليو سمول دبليو لانه هو ريسيسيف. اما اذا جبنا بلاك رابت فهيدا ممكن يكون كابيتال بي كابيتال بي او كابيتال بي سمول دبليو، منا اكيدين اذا هيك او هيك ما فينا نعرف. فبهالحاله شو بنعمل؟ بنعمل له كروس مع الريسيسيف اللي بنسميه تست كروس، كروس مع الريسيسيف اللي هو تست كروس. تمام بهالحاله بنكون شو؟ بنكون نحن بنشوف اولاده، اذا طلعوا اولاده 100% بيور يعني هالبلاك هو عفوا 100% بلاك
يعني هالبلاك رابت هو بيور. اذا طلعوا الاولاد 50-50 معناتها هو نص هيك ونص هيك. اوكي هيدا بالنسبه للتست كروس. شو يعني الليث القليل؟ الليث القليل هيدا لما بيكون القليل اذا اجتمعوا الاثنين قليل اللي هن مسؤولين عن هيدا الديزيز هيدا الانديفيدجوال بيموت قبل الولاده. فمشان هيك النسب بتكون لما بنجي بنعمل التيبل، نحن بنعمل التيبل البروبورشن بيكونوا اوت اوف 4 1 اوفر 4 2 اوفر 4 او 3 اوفر 4. لما بنعمل هيدا التيبل اجين بهالحاله بيكون 1 اوت اوف 3. ليش؟ لانه في واحد بيناتهم مات. فبدل ما نحسب من اصل 4 بصير نحسبه من اصل 3. اوكي وبالسامينج اب هون في عندي الريزلتس المطلوبه بال بكل انواع الكروسز. ما تنسوا بدنا نميز ما بين الكو دومينانس والانكمبليت دومينانس. خلينا نشوف اسراء. اسراء كيف تميزي لي بين الكو دومينانس والانكمبليت دومينانس؟ الكو دومينانس يعني بيكون في عنا تو تريتس بيطلع عنا تريت. فإذا التو تريتس أنت اللي عم تحكي عنهم لازم يظهروا بالأوف سبرينج اتنيتهم. يعني أنت قصدك مثلا إذا قلنا بلاك تشيكن مع وايت روستر ديك أبيض بنشوف بقلبه البلاك والوايت، يعني بيطلع مثل الزيبرا مثلا أو بيطلع بلاك منقط وايت. طيب أما إذا كان incomplete dominance شو الفرق؟ incomplete dominance شو الفرق بيناتهم؟ بيطلع trait جديدة. ايه كيف شو هي trait جديدة رح تطلع يا سابة؟ لونين مثلا مثل لونين مختلطين بصيروا بيطلع لون، بيطلع لون واحد بس بيكون between. يعني البلاك والوايت بيعطوني gray. هذا الانكمبليت دوم تطلع تريت جديده ولكن هي ميدل ما بين الاثنين. هي ميدل ما بين الاثنين وبهالحالتين الكو دومينانس والانكمبليت بتتذكروا الاثنين بنعطيهم كابيتال لتر. الاثنين بنعطيهم كابيتال لتر لانه هول بقوه بعضهم، هيدول بقوه بعضهم. طيب مندلز لو، مندل عمل ثلاثة لوز لما اشتغل على موضوع الجينيتك. شو قال في مندل؟ قال the pure parents always give homogeneity of the offspring. يعني إذا الأب pure والأم pure لازم الأولاد 100% يشبهوا الدومينانس بيناتهم. فإذا الأب black والأم white والبلاك dominant، إذا الأهل pure لازم الأولاد يطلعوا 100% black. هذا أول لو لمندل. تاني لو لمندل عم يقول بالF2 يعني بالأحفاد أولاد الأولاد لازم يبين الدومينانت ولازم يبين مين الريسيسيف. إذا أخذنا اثنين بلاك من هول الأولاد وعملنا لهم كروس مع بعض لازم يطلع عندي 75% بلاك و 25% وايت، يعني لازم يظهروا الاثنين. الثيرد لو قال عنه مندل قال purity of gamete، يعني each gamete should carry only one allele. ما في الجاميت يحمل البلاك والوايت بنفس الوقت، يا بده يحمل البلاك يا اما بده يحمل شو الوايت، صحيح؟ طيب هلا الكروموزوميك ريكومبينيشن. كلمة ريكومبينيشن يعني نوع من التبادل أو نوع من التوافق مع بعض. هون بتذكر إسراء بوقتها سألت إنه شو الفرق بين interchromosomic recombination و intrachromosomic recombination، صح يا إسراء؟ أيه صح. طيب ذاكرة شو حكينا بوقتها؟ شو قلنا؟ الانترا هو لما يكون نحنا في عنا لينكج. اوكي انترا يعني داخل الكروموزومات نفسهم بيكون في عنا كريس كروس كريس اوفر كروسينج اوفر تماما. اما الانتر كروموزوميك هو تبادل الكروموزوم
بعملية الأنافيز 1 إذا بتتذكروا بالميوزيس 1. لما فينا نستبدل فينا ناخذ هيدا أو ناخذ هيدا. انتركروموزوميك 1 يعني هي تبادل الكروموزوم، أما انتركروموزوميك يلي هي تبادل بقلب الكروموزوم بيتبادلوا pieces بيتبادلوا parts من الكروموزوم واللي سميناها crossing over. طيب معناتها بهالحالة رح يطلع عندي ولاد، هلأ نحن عم نحكي dihybridism، فإذا رح يطلع عندي ولاد بيشبهوا الparents 100% رح يطلع عندي ولاد بتبادلين الكاركتيرستيك. بتقلي كيف مثلا؟ أعطيني example. بقول لك مثلا اذا عم بحكي عن اثنين تريتس، عن اثنين كاركترستكس، عم اقول مثلا في عندي البيرنت لنقول بلاك وتول الفاذر، المذر وايت وشورت، تمام؟ نظريا لازم يطلعوا الاولاد يا اما بلاك تول إذا كانوا هاتنين قليل على نفس الكروموزوم، أو بيطلعوا وايت وشورت. نقلوا نحن مفترضين أنه اثنين قليل على نفس الكروموزوم وسميناه الأبسوليوت لينكج. إذا الكروموزومات منفصلين إذا القليل منفصلين تماما، قليل منفصلين تماما، رح نرجع للنسب. إذا تتذكروا تبعية الـ 9-3-3-1 لما رح نعمل الاثنين هايبريد مع بعض، تذكروا هيدي 9-3-3-1. طيب أما إذا طلع عندي اثنين بارنتل عاليين واثنين معكوسين النسب تبعيتهم واطية، هون بيكون عندي حالة شو؟ حالة الكروسينج أوفر. يعني مثلاً الاثنين البارنتل 44% واثنين نسميهم الركومبيننت، تمام؟ مثلاً 6% 6%. هون متأكدي لي إنه في عنا حالة شو؟ الكروسينج أوفر. منأكد هون إنه في عنا حالة الكروسينج أوفر. طيب قديش بتكون الـ percentage of recombinant، نسبة الـ crossing over قد ايه بتصير؟ بنجمع الاثنين لو مع بعض يعني 12. الاثنين لو اللي هي 12% اللي هي 12%، وهيدي رح تأدي معي فيما بعد انه قول انه distance بين هالاثنين قليل قديش هي؟ 12 سنتيمورغان. برافو يا سارة، 12 سنتيمورغان. اوكي واضحة؟ طيب هيدا على الاكسرسايز والمراجعة بيرجع بيبين معنا إن شاء الله عز وجل. أوكي فإذا بلشنا بالداي هايبريد، حكينا انتركروموزوميك انتركروموزوميك، وصلنا بعدين للكروسينج أوفر، وصلنا للديستنس بين القليل 12 سنتيمورغان. كل ما كانوا أبعد كل ما كان نسبة إنه يعملوا كروسينج أوفر أعلى، وكل ما كانوا أقرب نسبة إنه يعملوا كروسينج أوفر بتكون أقل. طيب مين بيذكرني شو الفرق ما بين السيس وما بين الترانس؟ يلا هاتوا لنشوف مين بيذكرني بالفرق بين السيس وبين الترانس. يعني بيطلعوا مثل بيرنس. يلا هاتوا لنشوف. هاتي يا أسراء. السيس لما يكونوا هني بيشبهوا البيرنس. أوكي شو بيكون بهالحالة؟
يلا بنكمل ان شاء الله. طيب انا بلشت رجعت بالريكوردينج، كنا وقفنا عن موضوع سانتي مورغان اخر شيء. طيب فاذا هيدا مختصر لكل شيء كنا عم نحكيه قبل. فاذا نحن بالداي هايبريدزم يا اما عم نحكي عن اندبندنت جين والنتائج 9331 او 1/4 لكل وحده منهم، لينكد جين في عندي الابسوليوت لينكج بيتعاملوا معي كأنهم مونو هايبريدزم 75-35-50-50 partial linkage مع crossing over. تمام، في عنا اثنين هاي واثنين لو. اثنين هاي إذا كانوا البارنتل بيكون السيس، إذا كانوا المعكوسين بيكونوا معناتها ترانس. طيب أوكي سامعيني؟ سامعيني جيد. طيب نرجع نشوف نور وهند، كان معنا خالد كمان يمكن، ما بعرف، ما عاد حدا كتب شيء على الجروب، هلا بنشوف. طيب بسم الله لنكمل. اوكي طيب حنروح على التشابتر اللي بعده مباشرة يلي هو التشابتر 3. اوكي طيب إسراء، شو الفرق بين الأوتوزوم والجونوزوم؟ أوتوزوم يعني من ال 1 لل 22 بير، والجونوزوم من ال XX أو ال XY. طيب بتأثر شيء بالجينيتكس هيدي بالنسبة للأوفسبرينج؟ أكيد في أوقات يصير في عندنا ميوتيشنز. قبل الميوتيشن كيف فينا نعرف إنه هالقليل يعني من الشيلدرن، كيف بدنا نعرف اذا هالقليل عم يحكي عن اوتوزوم او عم يحكي عن جونوزوم؟ قصدك بال انه كيف بدنا نثبت انه هذا اوتوزوم؟ تماما، اذا يعني اذا طلعنا بالاولاد فينا نعرف حالنا اذا عم نحكي عن اوتوزوم او عم نحكي عن جونوزوم؟ ما فينا نطلع بالاولاد، بس لازم نطلع على العائله. افترضي مثلا عطاني ريزلتس قال لي عملنا كروس ما بين ميل وفيميل والولاد طلعوا كذا، كيف من الولاد بقدر حدد او بقدر اعرف اذا كان عم يحكي عن اوتوزوم او عن جونوزوم؟ سارة شو رايك؟ طيب نطلع بالولاد، اذا لقينا بالولاد ذاكر شيء عن ميل وفيميل بالولاد يعني معناتها هون عم يحكي عن جونوزوم. اما اذا بالولاد ما قال لي مثلا ميل وفيميل، قال لي 50% بلاك 25 وايت مثلا 25 جراي، اذا ما ذكر جونوزوم يعني عفوا اذا ما ذكر الجندر بالولاد معناتها انا عم بحكي هون عن اوتوزوم. ماشي يعني انت قصدك على السؤال، انا فكرت شيء طيب. ايه لا لا على السؤال، على السؤال. طيب اذا كملنا هلا جينيتيك فاريشن اند بوليمورفيزم بدنا نحكي عن الميوتيشن. شو هي الميوتيشن؟ يلا سارة شو هي الميوتيشن؟ بصير في عندنا تشينج بالدي ان اي. اوكي بيكون سادن ولا لا؟ sudden فجأة. اوكي ما بنقدر نعرف امتى الا اذا كان induced يعني واحد تعرض ل UVA او لكيميكال، بهالحالة بيكون هو عم يسبب لحاله mutation. تاني شغلة يا بيكون effective يا بيكون شو ineffective. اذا كان ادى لتغير بالدي ان اي يعني effective، اذا ما غير شيء بالدي ان او عفوا ما غير شيء بالبروتين بيكون non effective. عادة بيكون beneficial بأحيان كتير قليلة يعني ممكن يعطينا resistance لديزيز أو شيء، أو بمعظم الأحيان بيكون harmful مؤذي. طيب إمتى بيكون transmitted وإمتى not transmitted؟ شو يعني transmitted؟ هل mutation بينتقل للchildren؟ طيب إمتى بيكون transmitted؟ إذا كان لنقول الميوتيشن بسكين سيلز. لا ما بت...
بتأثر. هل هيدا transmitted للchildren؟ لا. لحتى يكون transmitted لازم تكون الميوتيشن بمين؟ بالجاميت. تمام؟ بس تكون الميوتيشن بالجاميت بهالحالة فينا نقول عنا transmitted. اوكي؟ يعني بالسبرم او بالegg cells. طيب. اوكي. شو يعني يا اسراء diversity؟ يعني الاختلاف. الاختلاف والتنوع. طيب شو أسباب الدايفرسيتي؟ الكروس أوفر، كروسينج أوفر. الكروسينج أوفر. طيب الميوزس قبل الكروسينج أوفر. دايفرسيتي سببها ميوزس، كروسينج أوفر. هلا عم نحكي عن الميوتيشن. صحيح؟ عندنا مثلا حالة المالتيبل أليلز لما يكون هالجين عنده أكثر من أليل، مثل ما عم نحكي عن السكين كولر مثلا. بالسكين كولر عندي عدة أليلز. فكل هول ممكن يكونوا أسباب لشو؟ للدايفرسيتي اللي هي التنوع بين الكائنات of the same species. طيب شو انواع الميوتيشن؟ شو انواع الميوتيشن؟ عندنا السبستيتيوشن. شو يعني سبستيتيوشن؟ استبدال. في عندنا الديليشن وفي عندنا الانسرشن. طيب باي وحده فينا نقول انه عندي سايلنت ميوتيشن؟ بأي واحدة فينا نقول إنه عندنا silent mutation؟ يلا شو السؤال؟ بأي واحدة ممكن نقول إنه عندنا silent mutation؟ لما تتبدل واحدة من الامينو اسيد. طيب ضيع شوي. انا قلت هلا انه عندي ثلاث انواع من الميوتيشن، صح؟ سبستيتيوشن وانسرشن وديليشن، مزبوط. باي وحده منهم فيني يسمي انه هيدي سايلنت؟ سبستيتيوشن. بالسبستيتيوشن، لانه الديليشن والانسرشن مستحيل تكون سايلنت، صحيح؟ yes. طيب ليش سميتها silent؟ لأنه لما تتبدل واحدة من النيوكليوتايد تكون هي نفسها بنفس الأمينو أسيد. فإذا الأمينو أسيد ما بيتغير بالترانسليشن. لا. مشان هيك سميت silent، لأنه ما في أي تغيير. طيب أي واحدة منهم نسميها frame shift؟ فريم شيفت يعني عم تغير كل شيء بعدها. وقت يكون في اديشن او ديليشن. اديشن او ديليشن بتأدي الى فريم شيفت، بتأدي الى تغير كامل بالتشين اللي بعدها او بالسيكونس اللي بعدها. طيب سارة اكزامبل على المالتيبل الليلز. شو اكزامبل عشو؟ مالتيبل الليلز. اعطيني شيء كاركترستيك او شيء تريت منكون عم نحكي عن المالتيبل الليل. يلا يكون هالجين عنده أكثر من اثنين الليل. البلود جروب. برافو. البلود جروب كم الليل عنده؟ 2. لا ليش سمينا مالتيبل الليل لكن؟ اوكي عندي 3. 3 شو هن؟ ال A B B O. A B O. طيب مين dominant على مين؟ بظن ال A وال B هن dominant وال O recessive.
اوكي ال A dominant على O ال B dominant على O. طيب بالنسبة لل A وال B هي اتنينتهم بيبينوا او اتنينتهم dominant. طيب بدي اسألك ال A وال B بقول عنهم co-dominant ولا incomplete dominant؟ co-dominant. ليش؟ لانه الاثنين بيظهروا A B صحيح؟ الاثنين بيظهروا ك A B. طيب جيد اوكي اسراء شو ال MHC؟ شو هو؟ MHC وال كل السيلز اللي بيحملوه على الممبرين مجموعة من البروتينز موجودين على كل على surface of all nucleated cells صح؟ هذا الـ MHC 1 ولا 2 يا أسراء؟ 1 مين عنده الـ MHC 2؟ ماكروفاج. ماكروفاج مشان تظهر علي الأنتيجين. طيب أوكي ليش مثلاً البشر مختلفين بالـ MHC 1 اللي عندهم إياه على السيرفس؟ ليش كل واحد عنده يعني يونيك كومبينيشن؟ بسبب شو؟ بسبب ميوزيس. بس بسبب انه الام اتش سي 1 هو في عنده ثلاثه الليلز او ثلاثه جينز بالاحرى، كل جين عنده عدد هائل من الالليلز، فالكلاس 1 عنده ثلاثه جينز اسمهم اي بي سي. الاي عنده 309 الليل، انتم شايفين الشاشه اللي انا شايفها صح؟ البي عنده 563 قليل، بينما السي عنده 167 قليل صحيح؟ فمشان هيك كل إنسان بده يطلع له 1 قليل من هالكومبينيشن، فالإمكانية أنه يطلع بيشبه أي إنسان تاني هي كتير بعيدة. واضحة؟ يعني هو بيطلع له يا أي يا بي يا سي ولا لا، بده يطلع عنده 3 جينز بس بده يطلع قليل من الـ A مع قليل من الـ B مع قليل من الـ C. بس الـ A عنده كم تشويس بالقليلز؟ 309 والـ B 563 والـ C 167. بدك تختاري 1 بـ 1 بـ 1. إذا عم تعمليه على probability شو بده يطلع العدد؟ هائل جداً. طيب اطلعي على كلاس 2 MHC 2 مسؤول عنهم ثلاثة جين DP DQ DR. DP كم قليل؟ 107. DQ 56 والDR 439. كمان بدك تختاري 1 B1 B1. انتبهتي كيف؟ قديش الاختلاف؟ مشان هيك ما في عندنا اثنين عندهم نفس الـ MSC بسبب كثرة القليل، هدول multiple alleles. تمام؟ تمام. اوكي example على mutation substitution هو disease سميناه sickle cell anemia، بيأثر على الهيموغلوبين الموجود بقلب الـ red blood cell. استبدال الـ A بالنورمال بـ T بالاب نورمال بيأدي هالبروتين، بدل ما يطلع نورمال اتش بي اي بيطلع اتش بي اس عنده اب نورمال، بدل الجلوتامين عنده فالين، فبتطلع ريد بلاد سيلز عنده. سر سبستيوشن
صار.
عن السيكل سيل انيميا والفرق بينه وبين النورمال هيموجلوبين. طيب خليني انتقل للديتكشن اوف الجينيتك بوليمورفيزم. كيف فينا نعرف انه هيدا الشخص عنده الاثنين الليل ذا سيم او الاثنين الليل ديفرنت؟ اوكي لما يكونوا ديفرنت يعني في عندهم اختلاف بالدي ان اي سيكونس تبع النوكليوتيدز، فبهالحاله بنعمل الجل الكتروفوريزس، بنقطع الدي ان اي بريستريكشن انزيم تقطع بمحلات معينه، بنرجع بنحط هالبيسز على الجل وبتمشي هيدي البيسز بحسب السايز تبعيتها، كل ما كانت اصغر كل ما بتمشي ابعد. بنرجع بنصور هيدي الصوره وبنقدر نعمل ديتكشن لهدول البيسز، بنقدر نعرف هيدا اذا عنده الاثنين الليز مثل بعض او الاثنين الليز مختلفين. اوكي وقلنا واحده من البنفيتس تبعيتها هيدي الشغله بتفيدنا بشغلتين بالايدنتيتي اوف ذا انديفيدجوالز، انه كل انسان عنده بيسز ما حدا عنده اياهم ابدا ابدا، فهيدي كتير مهمة بتفيدني لحتى احكي عن ما يسمى بالدي ان اي فينجر برينتينج، بتفيدني بالباترنتي تيستينج، يعني قلنا لما يكون البيبي اجباري كل البيسز اللي عنده يكونوا نصهم من المذر نصهم من الفاذر. شغلة تانية بتفيدني بالكريمنال انفستيجيشن لقدر اعرف الكريمنال، وبالديد بوديز ايدنتيفيكيشن. طيب خلينا نحكي على اخر بارت مشان ننهي اليوم ان شاء الله. نحكي على اخر بارت يلي هي بالشابتر 5، بارت كتير صغيرة ان شاء الله حتكون. اوكي بالبارت human genetics حنحكي عن البيديجري. السكويريا سارة بالبيديجري رمز لشو؟ للميل. للميل. والسيركل رمز لل فيميل. كيف نميز بين النورمال وبين الافكتد؟ النورمال بتكون بيضاء، الافكتد بتكون لونه. جيد. اوكي الفيتس بنرسمه بشكل دايموند، الايدنتيكال توينز بيكونوا موصولين بلاين بيناتهم واجباري يكونوا نفس الجندر، يعني يا اما الاثنين ميل يا اما الاثنين فيميل. اوكي اسراء عم نحكي عن الهيومن جينيتكس، بلشنا بالهيومن جينيتكس دوميننت ريسيسيف. في عندنا اربع حالات نحن بالبيديجري لحتى نثبت اللوكاليزيشن اوف ذس جين، يا بده يكون اوتوزومال يا بده يكون نون هومولوجوس سيجمنت اوف اكس نون هومولوجوس سيجمنت اوف واي يا اما هومولوجوس سيجمنت اوف اكس اند واي. بهيدي الحالة لحتى نسبة واحدة منهم بدنا ننفي ثلاثة لنعمل إثبات للرابعة. تمام؟ مثل ما قلنا ليكون أوتوزومال بده يكون الديزيز خليط بين ميل وفيميل، نون هومولوجوس بارت أوف إكس معناتها اللي حيصير إنه الفاذر الأفكتد فاذر راح يعطي الأفكتد جيرل إذا عن نون هومولوجوس سيجمنت أوف إكس، النون هومولوجوس سيجمنت اوف واي اجباري الافكتد فاذر يكون عنده افكتد سونز. هيدي الزاميه لازم تكون. اوكي والاوتوزومال قلنا بيكون موجود بالكل، فاذا زي ما بنعمل نلغي ثلاثه لحتى نثبت الرابعه عن طريق انه this is not the case بثلاثه منهم. اوكي بنعمل deny بنعمل rejected. ليكون على الهومولوجوس بارت اوف اكس اند واي بده يكون عندنا affected boy و affected girl إخوة بيكون عندهم affected father، هذا الشرط ليكونوا على ال homologous part of X and Y. ال affected father لازم يكون عنده okay. لازم يكون عنده affected son و affected daughter affected father مشان نقول عنهم على non homologous part of x على عفوا على homologous part of x and y. اوكي وبنعطيه capital letter للdominant و small letter للrecessive وهول tables بيلخصون كل شيء. chromosomal mutation. طيب شو الchromosomal formula يا سارة؟ 46 XX or XY. اوكي هذا اذا كان نورمال. اذا كان عنده اكسترا كروموزوم
بنحط بلس اللي يعني اللي بدنا نحط بنبلش ب 47 صح. بعدين اكس اكس او اكس واي بعدين بلس الرقم الزايد. اذا كان مونوزومي يعني واحد ناقص 45 اكس واي اكس اكس بعدين ماينس 21 او ماينس 14 على حسب شو اللي زايد. وبعدين عندنا الكلاين فلتر بيكون في اكس زايد. التيرنر سيندروم في عندنا اكس ناقص. اوكي طيب، وفي شغلة مهمة جدا بنقولها عن اللي عنده ترايزومي او مونوزومي، هل بيكون فيرتايل او بيكون ستيرايل؟ شو رايكم؟ اللي بيكون عنده مونوزومي او ترايزومي، هل بيقدر يكون عنده children؟ مونوزومي او ترايزومي بيقدر يكون عنده children؟ شو؟ ما بيقدر. ما بيقدر اكيد، لانه ما في يعمل ميوزس. ما بيقدر يعمل ميوزس، فمشان هيك مستحيل يقدر يكون عنده children، فبيكون sterile بهيدي الحالة. طيب عملية البروبلم بالمونوزومي والترايزومي بأي فيز بالميوزس ممكن تكون عم تصير أكتر شيء؟ قبل أنا فيز 1 تماما، عادة بالأنا فيز، يا بالأنا فيز 1 يا أما بالأنا فيز 2. جيد أوكي. طيب إسراء، شو البريناتال دياغنوزيس؟ ما بعرف، نسيت. نسيتي prenatal؟ شو يعني prenatal؟ ما قبل الولادة. diagnosis تشخيص، يعني بدنا نشوف هل فيتس إذا هل عنده شيء أي كروموزوم problem trisomy monosomy نقدر نعرف عنه ما قبل الولادة. طيب في طريقتين، في طريقة تنعمل على بكير اللي هي biopsy of chorionic villi، يعني بناخد من البلاسينتا جزء بسيط، مجموعة سيلز بناخد منهم سيل، بنطلع كروموزوم بنعملها كاريوتايبينج وبنعملها جل الكتروفوريز نشوف شو في عنده ديزيز. بالمراحل المتأخرة بنعمل امنيوسينتيسيس، بناخد من الليكويد اللي هو حوالين الفيتس الامنيوتيك فلويد لنقدر نعمل كمان كاريوتايب او نقدر نعمل التست المطلوب، ونقدر نحدد بعدين اذا هل فيتس هل عنده بروبلم او لا. نعمل له كاريوتايبينج، جينيتك فينجر برينت، وكل باقي البايوكيميكال تست لنشوف عمليه الانزيمز وكل هالاشياء الثانيه. اوكي واضحه ان شاء الله؟ ان شاء الله. فاذا هيدي اليونت يعني الحل فيها أكثر من المعلومات اللي بدها تنحفظ، يعني معظم الانفورميشن متعلمه نحن عم نحل questions. تمام، بيدجري ما بيدجري، كيف نطلع الديزيز، ما كيف نعمل جينيتك فينجر برينتينج وكل هالامور الثانيه، هي ما بنحفظها، نقدر نتعلمها نحن وعم نشتغل questions. مشان هيك راح اليوم بالليل ان شاء الله ببعث لكم تو questions نحلهم. اوكي تتدربوا عليهم ليوم الخميس ان شاء الله، ويوم الخميس بنعمل لهم كوركشن وبنوضح بعض الامور الموجوده فيهم. وهيك باذن الله بنكون احنا خلصنا ريفيجن لكل شيء، فيما بعد بقى فينا نبلش نحل بقى دورات كامله لكل انواع الكويستشنز. طيب عندكم شيء سؤال؟ لا كله تمام. اوكي فاذا هلا ان شاء الله انا راح كمان ادمج هدول الثلاث فيديوهات ونرجع ننزلهم على اليوتيوب، وبنكون هيك ان شاء الله خلصنا الريفيجن، وبيكون الهوم ورك عندنا ليوم الخميس باذن الله. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام.